السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي قناه ناصر تي في، نقول لكم صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوتي. اذا كي نكونوا في سوق الحراش معناها ندير لكم فلوق خاص بالكلاب خوتي، سي دوماج يعني سوق الحراش فقط اللي فيه الكلاب، يعني لو كان كاين بودوا وشراقة كذلك هكذا باش كل مره نوعوا لكم، ولكن كاين غير في الحراش. اذا نبداو مع خونا لهنايا اللي عنده كانيش هكذا خويا، عندنا كانيش لهنايا. هذا شحال عمر خونا؟ شحال معليش ماشي مشكل خوتي، مولاه ما كاش على كل حال فقط. ومن بعد الاخر يقول عندنا هنايا هدايا مالينوا هاوليك الكانيش، الكانيش ترونكيل خوتي. عندنا مالينوا لهنايا وعندنا هدايا راهو يقول في النوار خونا مالينوا مع من؟ مالينوا مكوبري بالبرجي. بالبرجي خوتي هذا في النوار، الاخر يقول مالينوا مكوبري بالبرجي. هذا مالينوا نقدروا يعني شغل نسي نخرجوا ولا نشوفوا باش المشاهدين يشوفوا خونا الى حبيت. ها هدايا اه معليش هكذا برك باش تشوفوا فقط ماشي مشكل، معليش ماشي مشكل خونا عزيز هكذايا. وهدايا واش كاين؟ كاني كورسو. كاني كورسو عندنا الكاني كورسو خوكم ناصر هنا ما يدلناش باسكو خوتي شويه دونجي، ولكن هاوليك نزوميه لكم هكذا. هذا شحال عمر خونا؟ هاكو تشوفوا خوتي شباب استعمال هدايا مال. اذا خوتي خونا راه يقول مول الهاتف مع البريش وراهو باش يعطي لكم رقم الهاتف لي انتيريسي يتصل بخونا خوتي. اذا سمحوا لي مول الكلاب هادوما راهو يدودر، معليش راح نكمل لكم الفلوق هدايا ومن بعد نعاودوا ليه يعطي لكم الرقم الهاتف هكذا خوتي. اذا لي انتيريسي يحب يتصل يتصل. اذا خوتي عندنا عند خونا لهنايا المالينوا بالمناسبة خوتي دائما نقول لكم شوفوا اترى يجوز منا. هذه هي سوق الحراش المكان تاع الكلاب يعني في هذه البلاصة خوتي في الراية، اللي ما يعرفش المكان خوتي في الراية في سوق الحراش خاص بالكلاب. خونا شحال في عمرها هدايا؟ 6 شهور محال محال خونا فاكسيني ترونكيل كلش عادي. إذا يعني حاجة شابة الرقم سمحوا لنا ما كاش خوتي خوتي. إذا شوفوا يعني حاجة قوة كذلك، هذا نقدر نديرو كذلك مع صورة اليوم. الأخرى يقول سان بيرجي ألمو، أنا قلت له هذا راه في النوار ما على باليش، قال لي سان بيرجي ألمو نوار، ولكن حاجة شابة بزاف. سي دوماج خويا ما حبش يعطي لي النيمورو يعني خسارة، لأنه على باب اللي كاين عباد راح يعجبهم الكلب هذايا. خونا ينوض برك معليش نشوفو ينوض برك هكذايا. شوفوا خوتي ناصر راهو في الدونجي ولكن شباب بزاف خويا. اذا خوتي عندنا الجرو هدايا راهو الاخ يقول في الصلاف راهو يترعد مسكين البرد، شحال في عمره هدايا؟ شهر ونص خوتي راهو البرد سيفري يعني، ولكن هاوليك. اذا خوتنا هدايا لقينا الاسبوع اللي فات يعني يجيب غير الكلاب تاع الصيد، واليوم كذلك راه جاب لنا انواع خونا. نعم بالمناسبة المصغر هذايا راه يدور مع الكلاب لنا، ما تخافش الكلب ها؟ تاعو الله يبارك صافي بليزير. هاكو تشوفوا خوتي ما شاء الله دائما وعصريا في قناة خوكم ناصر. خونا دوك هدايا واسمو واش براك ألمو. براك ألمو صح خويا العزيز، تسمى هدايا سبيسيال للصيد هكذايا بالكارني ديالو كلش. دوك هذا شحال داير السعر تاعو خونا؟ مازال ما سموش. وشحال يلحق في بري باش المشاهدين يعرفوا؟ مليون ونص. هذا استعمال في مال؟ وهذا يزيد يكبر ما يكبرش؟ يزيد يكبر. شحال في عمرك لي؟ خمس شهور سامو زايد 17 جويلي. صحيت خويا كنت تسمعوا زايد 17 جويلي. نزيد نروحوا لعند هدايا كذلك. هدايا دائما هذوما خاصين بالصيد خوتي، انا كيكونوا تاع الصيد ماشي مشكل نعطي لكم الاسعار حاجه واحده اخرى. لا لا خونا هذا واش مارس؟ هذا براك المون. براك المون توجور. هاكو تشوفوا دوك هذا خونا حمامات طلقوه يروح يقلع ماشي كاع مشكل. خوتي عندنا شفنا يعني في الجروب تاع الفيسبوك عندنا دي جروب اللي خاصين بالصيد، يعني عندنا ناس اللي متولعه بالضومان هذايا ما شاء الله الله يبارك. نزيدو ندوزو للطروازيام هذا كذلك منا.
هذا كيف تراك المونتي وجير خونا هدايا بوانتير هكذا بوانتير خاوتي كذلك هدايا خاص بالصيد وهدايا سان بوانتير راهو يقول اخ يعني حتى في الكلاب تاع الصيد خاوتي كاين بزاف انواع هكذا خونا كاين بزاف لي موديل تاع دوك نشوفوا خونا يا خونا هذو ثلاثه كامل كيف اذا يخلينا الرقم تاعو لي انتيريسي يتصل بخونا هكذايا قول لي خويا الرقم تاعك 0551 11 28 91 المكان خونا في بني مسوس خاطي اذا لي انتيريسي الكلاب الصيد هذوما وخونا كاين سلعه في الدار ولا كاين هذا وكاين براكا المولات اسمها كاين اذا وتجيب سلعه وكتخلص لك ولا تجيب خلاص اذا خاوتي يتصلوا به خونا او يجيب سلعه يتهلا فيكم خويا بارك الله فيك اذا خوتي عندنا الصطاف هدايا خونا راه يقول في الحر خوكم ناصر ما يعرفش خوتي اذا راه يقول في الحر خونا هذا شاري يكون واحد الشهر ونص هدايا واحد الشهرين شبيب راهو بالكوري ما فيش هدايا هدايا واش ديرلو؟ مازال يتخدموا ودنيه يعني يتخطعوا هكذايا صح صح والزكاة ديالو؟ الزكاة ديالو صح إذا خوتي راكو شتو هدايا الصطاف دوك خونا يخلينا الرقم تاعو يا انتيريسي يحبي الله إلي انتيريسي يتصل خويا قول لي الرقم تاعك 05 41 03 77 85 وين نلقاوك ان شاء الله خونا؟ هنا في الكاليتوس خونا عندك كلاب واحد اخرين ابار هدايا؟ لا ما عنديش ما كاين غير هدايا خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة إذا خوتي عندنا البرجي هدايا سان برجي المون بوالون هدايا يعني الشعر تاعو يكون طويل ما شاء الله خونا ان شاء الله بالك عجبو راهو حبيديه الله يبارك مربي ترونكيل عويقل صافي جونتي بونشي صح سي فري شباب كذلك خوتي بوالون فيها مرو عامين عامين ديزون خونا قول لي الرقم تاعك خويا العزيز 05 40 39 47 97 المكان خونا لوساندي خوتي حومتي لوساندي اللي يعرف ام بي اس هذه هي حومتي لوساندي خوكم ناصر مليفي بالمناسبه اذا راكو تشوفوا وخونا كاين كلاب واحد اخرين ولا كاين غير هذا؟ كاين هذا انا حنشريها ان شاء الله صافي فليزير بون شيخ كي تشري هكذايا ان شاء الله وين ديروا هذايا؟ نديرو في الدار يعني حاجه تاع حراسه و... هذا نديرو في الدار نحطوه في الدار يعني حراسه ونزيد سافليز صافي فليزير لا حاجه شباب بزاف صراحه صافي فليزير ان شاء الله شيخ خويا اذا خوتي كذلك دائما في سوق الحراش مع البرجي المو هدايا خويا تلفها لي شويه بون برجي المو هكذا زيد دريساج 100% اتاك كلش واش قلت لي ثاني شغل بيرشي المو عفسه بيديغري دي راديو ابي واش معناتها راديو ابي هذا لي كونكور صح تري بيان راكو تسمعوا خونا راديو ابي بيديغري تنبري فرجي يعني حاجه شابه بزاف شوفوا خوتي ترونكيل راه مهورش بيان سير باسكو صح اخويا بلي بابي خوتي راه مهورج علاش باسكو راهم الكلاب هنا بزاف وراكو تعرفوا بالوثائق ديالو بكلش خوتي ما شاء الله وراهم من لي فان ديالك يعني شباب بزاف بارك الله فيك بالمناسبه هذا اخونا كذلك من متتبعي قناه خوكم ناصر تي في يعني ما شاء الله خويا العزيز اعطيني الرقم تاعك هكذايا 07 98 38 91 82 وين نلقاوك ان شاء الله خونا في الكاليتوس خوتي اذا لي انتيريسي البرجي هدايا يتصل بخونا خونا بارك الله فيك يعطيك الصحه دائما المالينوا كذلك اللي راهو داير الباس في الجيري عند خونا مو هذا مالينوا حر حاجه حر نعم في مالا هذه هي شحال العمر هذه خونا؟ ثمن شهور دريساج مدريسيا فاكسيناج كلش خوتي اذا خوتي دوك يخلينا الرقم تاعو اللي عجباتو يتصل بخونا خونا قول لي الرقم تاعك 07 82 21 28 35 وين لقاو خونا؟ خوتي في براقي اللي انتيريسي الفيمال هذه مالينوا يتصل خونا راه متواجد في براقي اذا خونا عندنا شيو هدايا هذا في المالينوا ها هو صغير هذا مال خونا
في مالها صح خونا فهدي في الحر هذه في الحر صح الشاربوني راه يقول الشاربوني هذه تكون واحد الفانجور شاربوني صح فانجور ايوا وخونا عندكم سلعه افر هذه مكاش انا من هذه مكاش ماشي تاع صح صح وهذه يا خونا ولا هذا هذا عند خونا لنا هذا واش يكون خونا هذا مالينو شاربوني شاربوني صافي بليزير خونا كملوا دائما خونا هذا اللي شفنا دوك عنده هذاك الجرو الصغير تاع المالينوا هذه في مالا اسمها هذه واشه خاوتي هذه الاخرى ويقول واشده هذه شايف المراه وقفها وقفها يشوفوها 16 شهر ترونكيلا راهي تبان عاقله هاو هايله ايكيليبري ايكي كيما يقول الاخ دريساج طري بيان خاوتي راكو تشوفوا اسي فيها دريساج ديكلارينو الحاجه وي قلا فيها 70% في دريساج هكذايا او يقول 70% خاوتي في دريساج تاعها حاجه راكو تسمعوا خاوتي اذا نجينا نقدم لها ارواح خويا ارواح صافي بليزير انا شي مشكل اذا خاوتي نكملوا مع خونا دوك يعطينا الرقم خويا الرقم تاعك ونخليك نيغوسي على 783 0783 23 77 44 وين تكون اخي برج منال خاوتي برج منال نحيو ناس برج منال بالمناسبه راهم تاوعنا من الكوتي منا صافي بليزير خونا وعندكم سلعه افر هذه مازال ما كاين تما كاين سلعه واش كاين كاين اذا خاوتي عندو كامل انواع الكلاب اذا اتصلوا بخونا راهو في برج ملاهين ولاد بومرداس بالمناسبه حمد ناصر بومرداس وخويا برج ملاهين ونسابين برج ملاهين هيا زيد يا خويا الله يبارك خويا زيد خوتي اذا قلت لي دوغال ما هكذا لا روت فايلر روت فايلر شاب شباب بزاف خوتي شوفوا نزومي لكم هكذا شباب بزاف دوك هذيك واحد الفانجور خونا 28 جور هذا في الحر قلت لي هكذا خونا خويا راه يقول لك في الحر انا ما نعرفش ولكن يقول في الحر وكاين سال آيلة سيدي روت فايلر خاوتي هذا كيكبر يولي سبع هدايا قوة بزاف عندنا لهنايا كذلك هادو كامل خاو هكذايا هادو سيدي مال في مال خونا سيدي مال في مال خلطين طروا مال دي في مال خاوتي طروا مال دي في مال حاجة شابة إذن خويا 28 يوم خاوتي يقولوا شهر راهو يترعد خاوتي راهو البرد راهو يقطع صح الحراسة والبرد اليوم إذا خاوتي خلينا الرقم تاعو لأنتيريسي يتصل خونا قولي الرقم تاعك خويا عزيز 0541 35 88 41 خاوتي ما مخوكم ناصر راهو يترعد ماشي غير الكل باسكو راهو البرد خاوتي خونا وين نلقاوك العزيز تيفاز اخويا العزيز خاوتي تيفاز نحيو بالمناسبه ناس ال 42 خاوتنا خوكم ناصر العشيه يتوجه للقليعه نديروا فلوق في المعرض تاع طويو خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحه اذا خوتي بالمناسبه عندنا خوتنا هنايا متتبعين قناه خوكم ناصر تي في اذا انا خوتي باش نفيلمي انسان هو يمد لاطوريزاسيون اذا خوتي ديدي كاس لخوتكم صحابكم احبابكم باش حفظ ديدي كاس المومو خوتي المومو المامينوا اذا خوتي باش كنا في المكان بارك الله فيك خويا العزيز ميرسي بوكو سي جونتي لي زوم خويا العزيز صح اذا خوتي عندنا كذلك الكلب هذا اللي هنايا في سوق الحراش واش قلت لي انه هدايا مالينوا بالبربي بالبرجي باش خوتي اذا هدايا مالينوا والبرجي باش يعني خرج شباب صراحه لا راجيو شبيه راهو يبان عويق هكذا عاقل عنده 7 شهور طرونكيل هاك تشوف مسافر راهو يلعب معاه ماشي مشكل خوتي هذا ما يقوليش الكاميرا شبيه بالله يبارك بالمناسبه ما شاء الله صافا خويا لاباس الله يبارك مسافر راهم هنايا في سوق الحراش هذه هي الرايه خوتي خاصه بالكلاب خونا رقم تاعك 05 49 22 75 13 وين تكون خويا؟ خوتي اذا تلقاوه في بوم عطيلي انتيريسي لهذا الكلب يتصل بخونا خويا خوتي عندنا الكانيش ربما يعني النساء هما اللي يحبوا بزاف الكانيش عند خونا لهنايا في سوق الحراش هذا شحال في عمره؟ 7 شهور مال في مال هدايا؟ مال هدايا اذا خوتي سيرتو النساء يعني قلت لكم هما اللي يحبوا الكانيش دوك خونا خلينا الرقم تاعو لي انتيريسي يتصل بخونا خويا قولي الرقم تاعك 07 79 51 38 36 وين نلقاوك خونا وين المكان خويا المكان وين نلقاوك براقي خوتي اذا راه في براقي اتصلوا لي انتيريسي الكانيش هدايا اذا خوتي عندنا الهاسكي هدايا
خوتي الهاسكي يعني عندي واحد الظاهره عين زرقاء عين كحله هكذايا خوتي يعني هذا كذلك راهو فداك شوفوا خوتي عندي عين تقدر تدوروا خويا شوفوا العين نتاعو برك انا الكلبه هذه يا خوتي عندها عين مارو وعين رايحه في البلو هذه لا كولور ثاني شابه رايحه في هيا خونا شحال عمر هذه يا عندها عام عام وشهرين خوتي خونا ترونكيل مربي يا مفاكسين يا كلش عادي عادي اذا خوتي خونا يعطينا الرقم ديالو لي انتيريسي يتصل بخونا خويا قول لي الرقم تاعك 0552 78 89 56 المكان خونا وين لقاوك بير خادم خوتي اذا راهو في بير خادم لي انتيريسي يتصل عند خونا لهنا خوتي اكل كذلك المالينوا هدايا اسمح لي خويا اسمح لي خوتي اخوكم ناصر كي يجي الكلب يهرب لانه اونسي جامي عندنا كذلك برجي المون شباب بزاف خونا شحال العمر هدايا معليش دوك نولوا له ماشي مشكل ماشي مشكل خويا اذا خوتي عند خونا لهنا كذلك عارف خوكم ناصر على كل حال هادو ما سيدي مالين واو يقول في الحر هادو مخلطين سيدي مال في مال مال واحد الاخرين طروا في مال خوتي شوفوا يعني صغير باطمان نحب باطمان شوف صغير ودني طالعين حاجه شابه بزاف صوره كيما هذه يا شابه هكذا يا اذا خونا هذا العمر يكون واحد 25 يورو ماكسيموم 35 خوتي شهر شهر وخمس ايام اذا خوتي دوك نشوفوا الرقم تاعو يعطيه لنا في انتيريسي يتصل بخونا خويا قول لي الرقم تاعك 06 بون 06 97 97 49 03 المكان خويا العزيز منين نلقاوك في بومرداس خوتي اذا بالمناسبه حومه خوكم ناصر راهو في بومرداس لانتيريسي خوتي ضربوا جوله بومرداس شابه بزاف فروند مير البحار يعني ما شاء الله ترونكيل البولفار تروح تشوفوا عمكم الوالي ومام طو تتصلوا بخونا خويا العزيز بارك الله فيك يعطيك الصحه جاشكين اذا كذلك خوتي عندنا البرجي المو هدايا الاخر يقول في البيديكري مربي ترونكيل قاليتي وشي عادي صافي بليزير شافوا خوتي نعم خويا العزيز خونا هذا شحال العمر هذايا؟ 9 شهور شبيب سي دوماج خوتي الرقم التليفون لا لا ما كاش ولكن حاجه شابه خوتي اللي يحبوا الكلاب بالجمعه زوروا الحراش هنايا في الرايه يعني كاين بزاف انواع تاع الكلاب كل واحد واش من الجور يحبوا صافي بليزير خويا بارك الله فيك خوتي كذلك عندنا لي شيو هادو هما سي المالينوا قلت لي شاربوني هكذا واش معناتها شاربوني ماسك نوار؟ كاين شاربوني كاين ماسك بالمناسبة القطار راهو جايز عادي هنايا إذا هادو هما وشنو جايبين رحم الله؟ صح صح يمام كبيرة عادي صح إذا عندنا كذلك هاوليك هنايا هادو سيدي مال في مال خونا مالي في مال خاوتي سيدي مالي في مال شابين بزاف دوك نشوفو خونا الى حاب يخلنا الرقم تاعو تتصلوا بخونا خاوتي شابين خونا قول لي الرقم تاعك 0771 00072 41 المكان خونا بومرداس خاوتي اذا كذلك متواجد في بومرداس لانديريسي هكذا ماشي كامل المشكل يولي لكم باباهم اماهم صافي ليزير ندوزو للطفل هذايا المصغر الله يبارك شبيب مصغر واش راك دير هنا وشنو هذا؟ اصلا ما تقوليش هذايا شغل راسها وهو بطاره وشنو هذا؟ ها؟ واش من راسها؟ ها؟ كيما هذا واش من راسها؟ ما على بالوش يا خويا هاكو تشوفوا خوتي راهو بزوج كلاب ولكن ما على بالوش صافي بليزير يا خويا هاو المصغر كيف كيف صحيح بليدو حاوليك وانت واش دير هنايا واسمك قول لي واسمك ما تحشمش خوك ناصر واش راك دير هنا تحب الكلاب تحب الكلاب ما شاء الله يا خويا ربي يحفظه خير هذا اذا خوتي عندنا مع خونا لهنايا هذه شين في مال مالينوا وهذه ما اولادها هكذايا صافي بليزير
خوتي راهي مهرجه دوك بالك على حسب المعلومات تاعي باسكو راهم ولادها لهنا هكذايا خوتي ولادها لهنا يا سي اوتوماتيكمون تكون هي خايفه على كل حال ولكن ديفوندي على ولادها سي فورسا تكون هكذايا عندنا لهنايا 2 4 5 يعني انا مخلطين سيدي مال في مال هكذايا اذا خوتي دوك يخلينا الرقم ديالو لي انتريسي يتصل بخونا خويا قول لي الرقم تاعك 05 49 36 21 62 المكان وين نلقاكم ان شاء الله خوتي اذا راهم متواجدين في شراقه بون اسكو هي للبيع ولا لا 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 داكور اما انا خوتي لا في مال هذه ما راهيش للبيع باسكو يماهم هادو ما راهم للبيع لي انتيريسي افيك كارني وكلش خوتي لي انتيريسي يتصل بخوتنا بارك خوتي خوك ناصر عاقل يا خويا ما درت لك والو هذا عليك سلام دوك شباب بزاف هذا الاخ يعني قال نورمالمون يتباع خوتي اذا ما راش نحوسو على الرقم ديالو اذا خوتي عندنا النوع هذايا دوك هنا هذا وسي كوا دوك ارجونتان صح خوتي في الدوك ارجونتان ضربنا خوتي هاو ليكس تاع مال هذايا وهذا كيف كيف خونا كيف كيف بنتي وهذه هي خوتي وهذه هي الابنه ديالو خرجت بابيشا هاك تشوفوا جا شابة اذا خوتي عندنا رود فايلر هذايا كذلك شباب حاجه قوه 10 شهور راكم تشوفوا خوتي شفناهم اللي هي صغار يعني كي كبر راح يولي كيما هذايا حاجه قوه نعم نعم حاجه ترونكيل اكو تشوفوا عقل عندي يا خو انا حمد لله رود فايلر يا خو تسلط عليا راكو تشوف شفتوا له بسيوم راهو كيف تعرفني عرفت خوتي نشوفوا الرقم تاعو خونا يعطيه لنا لي انتيريسي يتصل 05 بالك انا نتفاهم ماشي مشكل ان شاء الله يعني راه ماشي مشكل 05 59 03 96 93 91 المكان خونا بوفاريك اذا خوتي نحيو بالمناسبه خوتنا من بوفاريك لي انتيريسي يتصل خوتنا كذلك عندنا المالينوال لهنايا عند المصغر هذايا هذا مال في مال هذا استمال شحال في عمرو عام وشهرين خونا ترونكيل مربي عاقل عاقل بالفاكسيناج ديالو هكذا كلش اذا خاوتي دوك دائما نشوفوا الرقم تاعو لي نعم المكان وين تيارت خاوتي اذا بالمناسبه كذلك نحنو نحيو خاوتنا من تيارت وكي خلنا الرقم تاعو اللي راه في لي زونفيرون ولا يقدر يتصل بخونا الرقم تاعك خونا 0771 0772 11 57 80 70 اخي خوتي مع الاخر 70 خوتنا راهم متيارت راهم جاو حتى الحراش يعني صافي بليزير خوتي بالك لا قريب عليه ولا يقدر يدي بلاصي يقدر يتصل نزيدو الرقم تاعك نزيدو 07 هذا الرقم ثاني خوتي 07 78 90 61 67 خوتي وعدكم سلعه يعني افر هديه كاين صح ولادو هادو هما اذا نروحو نشوفو خوتي نشوفوا بالمناسبة ولادو هادو ما خاوتي السلام عليكم صافا هاي ليك راهو يقول بالكرافاطة اخوكم ناصر ما يعرفش ولكن راهو يعرف هو كيفاش صاحي صافي بليزير ويبدل صح صح اذا خاوتي لي انتيريسي هاكو شتو يتصل بخونا نشوفوا مع المصغر هذايا هذا وشنو خويا؟ هذا سم نعم عندنا كذلك هذا يا المالينو هذا مال في مال وهذا في الحر هذه في الحر صحيت خوتي مصغر لهنا يا صافي في ليزير في الحراش يخدموا الكلاب تحب تخليني مرو تاعك راهو لهيا ماشي مشكل دوك نجي مالا يعطينا الرقم تاعو خوتي اذا انا ولينا عند خونا باسكو كان يتكلم في التليفون سي فور سا ما حبيناش نديرونجيوه ما جبنا لكمش الرقم ديالو اذا قلت لكم هذه هذا المال وهذه بنتو خوتي اذا لي انتيريسي يتصل كالكسو بهذا ولا بهذايا خويا نبيعو عادية خوتي بالمناسبة تابيشي هادية نبيعها صافي بقى المال هذا يا اخي باباها خويا قول لي الرقم تاعك برك 05 59 26
97 80 المكان خونا في القبة خاوتي. نحيو بالمناسبة خاوتنا من القبة. إذن خاوتي هكذا يا شتو يعني عطينا لكم نظرة وش كاين في سوق الحراش. كاين كلاب يعني كاين بزاف الأنواع. اللي يحب يزور الحراش بالجمعة صباح راهو لهنايا عندنا المساغر الله يبارك. إذن خاوتي نشوفوا هدايا ونكوفي معكم الفيديو. خاوتي هدايا راه في زيبلو حاجة شابة بزاف. خونا هذا وشنو؟ ستاف بالدوق. ستاف بالدوق هكذا. شوفوا خاوتي عينيه كيفاش جايين. خاوتي راهو البرد الكلاب كامل ما يترعدوا باسكو راهو صح البرد. لهذا راهم هكذايا اون بليس راهم صغار. شحال يكون في عمره هذا خونا؟ شهر و15. شهر و15 يوم. اذا معليش خاوتي نختموا الفيديو تاعنا بالمالينوا هدايا. قلت لكم يعني سوق الحراش معروف بالكلاب. قلت لكم كاين كامل الانواع. اللي يعرف لي راسه ولا يجي يخير على روحه. وجبنا لكم ارقام هواتف يعني ما شاء الله. اذا المالينوا هذا شوفوا الوقفه هذيك خونا هذا سلمان مال هدايا. شحال عمر هذا خونا؟ داش نشهر دريسي خونا ترونكيل دا شويه شويه. خاوتي في دريساج يعني درنا لكم فيديوهات اللي خاصه يعني مراكز تاع التدريب اللي ما يكونش مربي ولا يديه يدريسيه يولي عادي. اذا خونا قول لي برك الرقم تاعك. 0791 41 22 88. وين نلقاوك خويا العزيز؟ تباجراح خاوتي. نحيو بالمناسبه خاوتنا من باجراح. اذا تهلاو في رواحكم خاوتي. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.